انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي يحملها أعضاء فريق عطاء التطوعي تجاه مجتمعهم المحلي، نظم الفريق فعالية ترفيهية لتزرع الفرح في نفوس 100 طفل من أبناء الشهداء والجرحى بحمص، وذلك في صالة الريشة والطائرة بالملعب البلدي. اليوم حبيت وجه اهتمامي لأبناء الشهداء لأنهم بتعرفي هن حماة الوطن وهن الأساس، حبيت أن أكون متواجدة معهم بحمص تحديدا لأنه في أعداد كبيرة جدا وأطفال هن فعلا بحاجة نحن نكون معهم، فحبيت أكون أنا أول الموجودين، فإن شاء الله نكون نحن اليوم عملنا هيك فعالية يكون فيها فرح وسعادة ودعم ولو بسيط لإلهم، فأنا هذا الشيء مبسوطة جدا فيه بحمص، هي ثاني فعالية بعملها هي السنة بحمص وأنا سعيدة جدا وإن شاء الله في فعاليات قادمة. هي الفعالية هي فعالية ترفيهية، نحن عم نسوي فعاليات مختلفة بقلبها، نشاطات من رقص، من ألعاب ترفيهية، ألعاب بولينج، شد الحبل، ألعاب مختلفة بالإضافة للدمى الراقصة معهم. سوينا سباقات مع دول، صرنا نلعبوا أطفال وكان دي كان حلو. تعتبر هذه الفعالية هي الثانية خلال العام الحالي في حمص، والتي أتاحت أوقات من المحبة والتفاعل والبهجة مع الأطفال الذين استمتعوا بالأغاني والأنشطة المتنوعة مزينين الأجواء بصوت ضحكاتهم وحركاتهم الراقصة، وفي ختام الفعالية تم توزيع الهدايا عليهم. لعب كنت سليم وكل جاتوا وعطوني هدايا وعطونا هدايا. يومنا لعبنا وتسلينا وأكلنا أكلات طيبة ووزعونا هدايا. اليوم أكلنا ولعبنا وانبسطنا وشكرا للفريق العطاء. اليوم لعبنا مع أصدقائنا وانبسطنا وأكلنا وشربنا ووزعولنا هدايا وشكرا لفريق عطاء. لعبنا انبسطنا على رفقاتي وأكلنا أكلات طيبة، رقصنا ولعبنا وأخذنا هدايا. يشار إلى أن فريق عطاء التطوعي الذي انطلق عام 2016 متخصص في مجال الأعمال التطوعية والإغاثية والتنموية التي تخدم وتعزز متطلبات واحتياجات المجتمع السوري. من الفعالية الترفيهية التي أقامها فريق عطاء التطوعي في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.